قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بزيارة إلى مجلس معالي الشيخ سلمان بن عبد الله الخليفة، حيث قدم جلالته التعازي والمواساة إلى أشقاء ونجل معالي الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن حمد بن عيسى الخليفة رحمه الله، سائلا المولى جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. وقد استذكر جلالة الملك المفدى مناقب الفقيد الراحل وجهوده في خدمة وطنه وشعبه من خلال المناصب التي تبوأها في الحكومة، مؤكدا بأن الفقيد هو أحد رجالات البحرين الذين قدموا الكثير لنهضة وطنهم وتطوره ونمائه. وقد أعرب أشقاء ونجل الفقيد عن بالغ الشكر والتقدير لصاحب الجلالة حفظه الله على مشاعر جلالته الطيبة بتقديم التعازي في وفاة فقيدهم، داعين الله العلي القدير أن يحفظ جلالته ويديمه ذخرا وسندا لمملكة البحرين وشعبها الكريم، وأن يحقق للمملكة كل الرفعة والتقدم.